أهلا وسهلا بحضراتكم. لازلنا في حلقات فض الاشتباك ما بين المصطلح والأثر النفسي للمصطلح، وذكرنا في حلقة سابقة مصطلح الأبوة، وفي هذه الحلقة نعرض للدلالة النفسية لمصطلح الأمومة. الأمومة إذا ما سمعت تقترن على طول في الأذهان بالحنان والاهتمام والرعاية. الأمومة تقترن دايما بالعطف، بالمشاعر الطيبة، بالمشاعر النبيلة. إلا أننا كمعالجين نفسيين للأسف في كتير جدا من الحالات بنشوف بعض الشخصيات تخلو من هذه الصفات وتكون أم. طيب، هل هنا تسمى أم؟ الأمر هنا الحقيقة فيه لبسة يعني كبير جدا، وزي ما فرقنا في حلقة سابقة ما بين مفهوم الأب والوالد، النهاردة نفرق ما بين مفهوم الأم والوالدة. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يعرض لمفهوم الوالدة ذكروا بشكل صريح: والوالدات يرضعن أولادهن. والوالدة هي من حملت، أنجبت، قامت على رعاية الطفل حتى صار معتمد بقدر أو بآخر، غير معتمد بقدر أو بآخر على نفسه. المهم أن هي معون يتم من خلاله ظهور هذا الكائن إلى الدنيا، لذلك سموها والدة. عظيم. طيب، أم دي حاجة تانية خالص. ولذلك من ضمن الإعجاز العلمي في الحديث النبوي استخدامه لدلالة نفسية عظيمة لكلمة أم. ولما أتاه السائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، سأله عن أولى الناس ببره فقال أمك، ولم يقل والدتك، رغم أن والدة هي مصطلح عربي أصيل، ولكن استخدم الأم لمدى دلالة، مدى دلالة هذا المصطلح نفسيا وأثره النفسي الإيجابي في حياة الناس. كتير من الناس اللي بيسمعونا ممكن يشوفوا أن الكلام ده بيحدث خلط، ولكن زي ما ذكرت أن المعالجين النفسيين يروا في حياة البشر ما لا يروه غالبية البشر، لأن احنا بنشوف كتير جدا من الناس عندها مشاكل نفسية بسبب عدم توافر هذه القيمة اللي هي قيمة الأمومة في حياتهم، وإن من ظهر في حياتهم لا يتجاوز إلا مرحلة الأم، لا يتجاوز إلا مرحلة الوالدة. اتفق أهل العلم إن ليس كل والدة أم ولا كل أم والدة، بمعنى إن مش كل واحدة بتلد تتمتع بصفات الأمومة. وإحنا شفنا في كتير من الحالات والحوادث واحدة تلد وتاخد الابن وترميه في أي حتة، تلد وما تسألش عنه، تلد وأختها تربيه، تلد وتروح تتجوز، تلد وما لهاش علاقة بيه خالص. طيب، هل دي تبقى أم ولا والدة؟ ولقينا نماذج في حياتنا تمارس الأمومة وهي لم تلد، يعني أم ربت ولد ما خلفتوش، أم ربت بنت لم تنجبها، تمتعت بصفات الأمومة وهي لم تكن أم لي. من هنا بنقول لكل من هو أقدم على الزواج وشرع في إنجاب، وكل من هو أنجب وأصبح مسؤول عن أولاد، نقصد هنا الأمهات، يا كل أم حرصت في وقت من الأوقات إن هي تمارس دور الأم بشكل إيجابي، أرجوكي تجاوزي مرحلة الوالدة إنك تكوني مجرد والدة، وتوصلي إنك تكوني أم بالمفهوم النفسي والدلالة النفسية. وأم تعكس أمة، أم يعني أمة، والأم هي عمود بيت وصلب أبناء ونتاج عناء في تربية، هي أول من يستمتع بحصاده. صفات الأمومة كثيرة، وأهمها الرعاية، الإحسان، الحنية، الاهتمام، كل دي من صفات الأمومة. أرجو أن يرزق كل والدة بكل صفات الأمومة الحقة، وأن يجعلها والدة وأم جعلت الجنة تحت أقدامها.